تعي عالفي تعي عالفي بدي شوفك لحظة تيفرفح قلبي شوي. قالت البيضة أنا عيوني كبار مكحلة من الله وشعري هالأشقة. روحي لك روحي يا سمرة يا شوربة العسكر لكل اللي بيهواكي مرجوعه إلي. قالت السمرة أنا المرايا والله مكاني بأعلى السرايا. روحي روحي يا بيضة يا أم التفايا واللي بيهواكي لك مرجوعه إلي. قالت البيضة أنا ست الكل ولك أنا على صدري بفتح الفل. روحي لك روحي يا سمرة سمارك بحل ربيتي بالبرية ومربيتي بالفي. معلمي إذا صار عندك خاتم سليمان إيش بتسوي فيه؟ بطلب منه يخلصني شوي من غبائك. الله يسامحك يا معلمي لهالدرجة شايفني غبي؟ بس اطمن هالغبي هالأيام مرتاح أكتر من الذكي. وليش معلمي؟ لأني ما بشغل عقله كتير وإذا شغلوا بشغلوا بالمقلوب. ليش ما بترتاح لك شوي معلمي وبتريح حالك شوي؟ انت خليك مرتاح وما إلك علاقة بغيرك. طيب معلمي امتحن ذكائي وشوف. طيب
إذا أنت صار عندك خاتم سليمان إيش بتساوي فيه؟ بطلب منه يحرر فلسطين ويخلصنا. شلونك مع المي؟ شلوني بهالجواب الذكي؟ تضرب، هذا أغبى جواب سمعته بحياتي. ليش؟ ولك يا غبي، يا غبي، إذا تحررت فلسطين بدها تطير نص الكرة الأرضية. لك إيش له علاقة الكرة الأرضية بفلسطين؟ إذا كان يا فهمان بتكون قربت لأيامي لتقوم. هذا إذا ما قامت يا لطيف يا حي يا قيوم. سلامتهم وحسن دررم من العين ومن الحسن، وسلامتك يا حسن حسن. ايه ده؟ البيت بيتحرق ولا ايه؟ مالك؟ الله الله، يا كده السيسة يا اما بلاش. ولا ايه؟ انت هتجيب اخرها؟ ما تديني نفس امار. من عينيا يا عسل. مساء الخير. قشطة يا باشا. ايوه ايوه، شدي عشان تصهليلي وتصحصحي وتبقى الليله فل يا مزه. تسلم ايديك يا جميل. اشرب اشرب الشاي بالنعناع. نعناع؟ هو انت خليت نعناع في المنطقه كلها؟ ده انت اجمل نعناع يا عسل. والنعناع. نعناع ايه ده؟ مفيش غيرك نعناع في المنطقة كلها يا جميل. ولا نعمين، امتى هنركب الحنطور؟ لما نشتريه يا قمر. هركب الحنطور ترارم ترارم واتحنطر ترارارارارارم، بس اقعد قدام قدام واشد اللي جاي. لا لم لا لا لم ولا ولا أيوة. ولا واتحنطر ترارم ترارارا وارمخطر ارارم ارارم ام واتحنطر سعيد. عيون سعيد. احنا نعرف بعض من امتى يا عيون؟ ياه، ده احنا نعرف بعض من قيمه 3 4 5 سنين. بس بتسال ليه يا عسل؟ من يوم ما شفتك يا سعيد ما عرفتش يا حبيبي انك حمار غير دلوقتي. حلوة يا باشا. بحبك يا حمار. لعلمك يا حمار ترارم ترارم، انا بزعل قوي لما حد يقولك يا حمار يا حمار. بقولك ايه يا جميل، مدام الكلام اخد وعطى والحديث بيجر بعضيه، مدام احنا بقالنا 3 4 5 سنين نعرف بعض، ما تيجي نحط ايدينا في ايدين بعض ونتجوز. سعيد، ولا ما تخلينا اصحاب وما تبوظش الليلاتي. اصلي بحبك يا سوسو. خلي اللي يربطنا صداقة نضيفة احسن. ثلاثة بالله العظيم، اخلي ليلتك سودة كحلي وافرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. يعني افهم كلامك يا عسل ان انت ما بتحبنيش؟ اصل الكلام مش كده، على الاصل دور، انا بحبك. امال؟ بس كصديق. كصديق؟ وماله؟ صديق صديق، هو حد ملاقي صداقة اليومين دول؟ ما تجيب الشيشة بقى. خد خد يا خد يا واد وسلطن. الشيشة حلوت قوي بقت عال العال يا مزة. وسطا ولا وسط كمان جا عودها مرسومة عالسنجة. أنا كنت بحب المشمش مش المشمش المشمش يا مشمش يا مشمش، دلوقتي بموت في المانجا المانجا.
بابا؟ ماما؟ ايش عاملين بحالكم؟ انا امبارح بتتفرجوا على فيلم عربي. ليش هيك؟ انت ايش دخلك وليك؟ قاعدين انا وامك قاعده رومانسيه، نقلي على تختك الدفسي يلا. الله لا يعطيك العافيه، بدك تغير شكل نظري؟ انت نظري نظري، انت بدك تغير شكل؟ الله لا يوفقك ان شاء الله بنتي، بعد العمر شافتني بهالمنظر. يعني انا ما شافتني بهالمنظر؟ هلا شلون بدنا نلفلفها مع البنت؟ انا بعرف شلون، قوم لفلف هالقعده هلا وقوم اندفس ونام هلا. إيه؟ ما وقت الصبع ربع. يلا يا حبي على غلطي. اعطيك مشان تاكل، حطه على الارض فشو تفشو بس لا تجوز الخط تبعي. لا اله الا الله، شو هالمصيبه هاي؟ ماشي رح سايرك لاخر لحظه نشوف بعدين. الثلج ببين اللي تحته، وهي جماعتك بيعوك اغراض بيتك كلها، نفضوا تنفيض تحت شعار شو؟ بدهم يدفعوا اجور للمحاماه والمحكمه. ايه صحه وهنا على قلبهم. عندك شيء تبيعه؟ لا والله. دبرنا شي ناكله، راح نموت من الجوع. والله ما في. بسيطة. ألو مرحبا شيخنا، كيفها؟ هذا صاحبنا نفض على الآخر، ما ضل معه ولا نقلة. معقول يا شيخنا؟ معقول يعني نترك مصالحنا وشغلنا مشان نجي نتعطل عنده؟ ما ضل عنده شي يضرب منه لأخوه؟ تأمر أمر شيخنا، تأمر أمر. سلام. شوفوا له سامير، نحن رايحين نتغدى عند شيخنا. صح. إذا إجاك مصاري كان بيها وبتدقلنا، أما إذا ما إجاك مصاري أوعك أوعك يخطر لك إنك تدق على تليفوننا، تضرب منك لأخوك، تصطفل منك لألو. فهمت؟ فهمت. عامر يا عامر، عامر كل مرة الله زين يا عامر، زين يا خي، زين زين يا خي، ساعدني. خير شو في؟ شو في؟ زين يا عامر زين، ما عاد بدي هذا الخط، كل مرة الله سامحني دمه بيصير مي، سامحني يا عامر، ما عاد بدنا هذا الخط.